بنات ويا بنات مجننتونا يا بنات، يا بنات ويا بنات مجننتونا يا بنات. لبستوا بنطلوني وجيبه، لبستوا بنطلوني وجيبه، ونسيتوا العبايات. يا بنات ويا بنات مجننتونا يا بنات، لبستوا بنطلوني وجيبه ونسيتوا العبايات. تعالوا تعالوا شوفوا بنات الجيل، زمننا زمن هزيل. تعالوا شوفوا بنات الجيل، زمننا زمن هزيل. تعالوا شوفوا بنات الجيل، زمننا زمن هزيل. والأدب أصبح قليل، والأدب أصبح قليل، أصل الحق عشان بات. يا بنات ويا بنات مجننتونا يا بنات، يا يا بنات شباب اليوم رح يعمل ايه؟ هتحط الحديد في ايديه. شباب اليوم رح يعمل ايه؟ هتحط الحديد في ايديه. شباب اليوم رح يعمل ايه؟ هتحط الحديد في ايديه. مفيش غلط اصبع عليه، مفيش غلط اصبع عليه، اصل الحق على الامهات. يا بنات ويا بنات مجننتونا يا بنات، لبستوا بنطلون وجيبه او نسيتوا العبايات. مين اللي قال على الموضه؟ موضه المفروض يسموها فوضه. يا ليل يا ناس من بعد الملايه، كنا ماشي على العبايا، بصينا لقينا الصبايا لابسين فوق الركبة يا با. بنطلونات ويا بلوزات واحمر وحاجات، وبنطلونات ويا بلوزات واحمر وحاجات. اما المصيبة الميوهات، لو حد يا اخي نتكلم على طول يطلع هو الغلطان، يبقى في نظرهم متخلف يقول عليه دقة زمان. يبقى في نظرهم متخلف يقول عليه دقة زمان. شرع بالتقاليد الغرب، نسيوا اللي مذكور في القرآن. شرع بالتقاليد الغرب، نسيوا اللي مذكور في القرآن. ولا البضي ولا الأسباني ولا الاستيرج شيخينا، مصايب ايد اللي علينا، حق الطير من عيني النوم وقلبنا ولا نقص هموم. حق الطير من عيني النوم وقلبنا ولا نقص هموم. تقدر خير شباب اليوم اللي هو قاعد في الهدوم، والكل ماشي في الطيار، حلوين وحشين وصغار وكبار. ده الطبيعي زيه ما فيش، مكياج يا حلوة ما تحطيش. ده الطبيعي زيه ما فيش، مكياج يا حلوة ما تحطيش. صحيح المثل اللي سببنا قال هات البوصة ولبسها، هتبقى عروسة في ملبسها. لكن المثل التاني يقول وصل ده هو المعقول، قاله المعقول.
اشبه تعمل وجهي اصلا مش مقبول في كل ما قالوا همات مفروض تدوم في الامسان وفي كل ما قالوا همات مفروض تدوم في الامسان قالوا القلب يفضل على هذا الحال ولو رسموا فوق خلخال اما الغزال برضو غزال لو لبس فوق العود شوال